إريتريا مقرب منكم تلفزيون إريتريا التابع لكم حيسام وحيسات من طابلتنا. السلام عليكم من الإندات لينا اليوم على 7 سبتمبر دولي الأخبار نقدم لكم أخبار لقال لكم محمد جمع محمد مرانا كاسلف العبارسون. رئيس السياسي ورئيس وزراء أبا أحمد وسام ملك عبد العزيز سرقو من عام مجلس كران اتفاق سلام على تريا وتوبيا تاريخية بالوصفين اتنديرت على زهريان مسؤولين إدارة دوايح كبان تشاينا جابان قد يتقبل طيب حر تشاينا تكيلم هليت اتبل شكيان بريطانيا من اتحاد أوروبا على فقر دي مشاكل اقتصادي قليل كانت تفرح سرى بأي الدنيا يوع على تجارة دي بقبلة كوريا كستان. رئيس السياسة الفرقي ورئيس وزراء فدرالية الديمقراطية جمهورية إثيوبيا دكتور أبي أحمد علاقة إريتريا وإثيوبيا كمس البديرة قلت عبر بنا سوا مبادرة السلام ناي سعودية لعبية جائزة وسام ملك عبد العزيز سرقون كلوت لمير حتى لجائزة إلا أقول لنسوا لقد رودي بحلف ورح يوليو دي باسمرا لفرما واتفاقيات يوم سنبت عبا 16 سبتمبر ملك سعودية سلمان بن عبد العزيز دي مدينة جدة دي بنو الزمية أمين عام منظمة مجلس كران أنتونيو غوتريش ولي العهد ومملكة السعودية وزير دفاع محمد بن سلمان التكمس ليهما وزير خارجية الدنيا علاقات الإمارات شيخ عبد الله بن زايد النحيان وبعدام ديبا حدروا عدد ديبا دحر ديبا إن التام لبناشيد وطن إريتريا إثيوبيا وسعودية التكمس ليهما أسير الحشمة للتليات عدد رئيس السياس ورئيس وزراء أبا أحمد سند اتفاق السلام ومسنيوت معاونات شاملة كمس الفرمو وكايل وزارة إعلام منها كان حبرون تعادت إبجت إريتريا وزير خارجية السيد عثمان صالح جيمياي رئيس السيد يماني قبرا ومدير مكتب رئيس السيد أمين حسن شورو كامالون رئيس السياسة فرقي دي بالعادة إغلا شارك دي بيوم عسر حتى سبتمبر أمسوي أسك سعودية سافران الدنيا مقرية طيارات جدة دي بابس حدي بعينات أمير محافظة مكة أمير خالد بن فيصل السعود لما رحوم وقلام سبب سلطة مملكة السعودية تكبتهم رئيس السياسة فرق ورئيس وزراء فدرالية الديمقراطية الجمهورية إثيوبيا دكتور أبي أحمد دي بيوم سع يوليو دي بأسمراء بفرامة وحمس نقاط لبو أواج سلام ومسنية إريتريا وإثيوبيا عسرة سنة لأتلال أواين حرب وكاتيما سبت وضع أقلون حدود كل إلى دولة من حلفة يوم أسر حتى سبتمبر قل حركة الشعب وعفش كمسة القصة تلت أمر كروت لم يرحد بيوم عسرة وأربع يوليو سنة كل إلى فعسر سمان إمارات لعبيد جائزة وسام زايد كمسة السرقومة للذكر. أمين عام منظمة مجلس كران أنتونيو غوتريش دي اتفاق السلام إريتريا وأتوبيا وتطوراتها تاريخية تطلب الشرحيان غوتريش اللي لشرحة دي بيوم 16 سبتمبر بعزومة ملك سعودية سلمان بن عبد العزيز دي بجدة لقى احتفال نايلة دي بيوم 9 يوليو سنة كل 1010 سمان تأسمرها لتفرمت اتفاقية ويهبة جوائز ميرحة إريتريا وأتوبيا حق ولا شاركاتهم سي الوزير خارجية السعودية عادل الجبير بحبر دي بلهبو وشارح صحفي دي اللي اكي مقرح دي بلتبزح وابدول دولو تلتلالين ريديو الهلينا اوقات اقل 10 سنين لاتلال حرب بعد سلام دي بتمم رؤيتون اقل عالمنا مهم درستو لابيل امين عام منظمة مجلس كران رئيس السياسة فرقي ورئيس وزراء ابا احمد اقل لنا سوا مصدر حمدان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بجهته اللي يقول لبابة ومقدرة ميرحية إريتريا وإثيوبيا للرئي تاريخ حل السلام وأمن منطقة بحر قياه لها اللي إلو دور أبقى اللقاء للرئي يكون حق ولا بيلان
يقول معاونة فايحتكم سلمة علاقة اقتصاد واستثمارنا إلا منطقة اللبا فايحكم سل لارحي دامنكم سل تشرحان. تأسرى وكل إدارة دوائح مديرات على زاحري المسؤولين إدارة دوائح ومقرح الشكل والجان دقيقيد قام ومقرح شغل مديرية السيد من قزة مكيل أقبو حريان وقوانين بكس الزيبابو يتوديح لتحرو سلا سنة تقلش قوكم سلطو من دحبران شعب ما السبال لقد مقلوق الحري لقلوم حراهية دي بشكلهم أقل تعاون مسلومات فقدام مدير مديرية السيد رئيسهم كفل مريم بجهتو لتحرو مسؤولين إدارة دوائح والجان دقيقيد إلى رفع مسؤولية واجب إقلش كوبان اللي تأتي لهليت مرحلة السلام هي مثل شعب إن تعاونوا دورهم إقل قدمت فانا من يوم أسرى و 7 أغسطس مشارك الشعب دي بكل المديريات قبلها لحيانا بفاقرة برامجي لسرقل كمسل هلا أسك الله هي عسر إدارة دواحي كمسل حرايا وكيل إيريانا حبران سكان دي بابا ورأي لسرقل هلا برامجات عمار إقل تعود مثل حروم إداريين إقل لك دمو مدالا يوم حقولا قدو أسك أسر 5 سنة ومن والعلا قد مو سبت لو دي حساب قلتين لجان دقي جيت مسؤوليات وواجب أقول لش أو باس هل تطامت أقول تهبهم للبل آراء قدما تعليم مقبوة أسباب مدرت وقبو يدافعوت للعد حمامات بعامة HIV/AIDS هي فنتوي لها لا فهم مجتمع قل وقلوت لأمامات محاضرات دي بيوم 10 سبتمبر تهبت تزيا سمان ألف سكان إدارة مديرية غزبان دالا شارك ودي محاضرات تفرع وزارة عافية تعليم مقوم مسؤول راقبة HIV/AIDS وبجمع للعدة بعد حمامات السيد محارب ولد مكايل دي بابا يتوديح تحل فيها 3 سنة زيادة 3.5 مليون نفر بحمام إيدس ميتو دي هلو حد 3.7 مليون هي مثل فيروس كمسل نبرح برام اتعدنا ظاهرة حمام كمسل هقوقي دي بعوتة تعمد كمسل أهداف ميلينيوم دي بسر قلوت لطرعة فزع الزايدات لطلع جهد ترود مهم كمسل تديب لكد دور سب شركة بعامت مير حد ديانات ووطنية محابره افنتو إقلي زيدات فاقدام فرع وزارة عافية تعليم مقوم مسؤول توعيات وحبر السيد هبت قبر مسكرة بتوتو عائلات دي بدافعوت للعد حمامات بعامات HIV/AIDS هي افنتوي لبن تفهم قلت بادلة وفزع الشبابات دي وقلوت دوران قلت زيادة فانا مش شركة بتوتهم لا تهيب يوم محاضرات زياد مسؤولية لرفعكم سلطة دي بشرحوك اني لمسل توعيات التلالة يقلها اللي قلت فانو حد شبة توعيات دي بكل مديريات تعليم مقوم قلت تلالكم سلطة من فرع وزارة عافية لا تركبت حبري تفهم مديرة دباروا قل مكتبة ديجيتال جهد قبلكم سر هلا شرحها التا قراءات من قد كله تادي بحنتي لا تبل سقراط الدنيا يعمل قراءات دي بيوم 10 3 سبتمبر لقت مناسبة مبادرة حدامة انفار لانبطت مكتبة مديرة دباروا السنة كل الف وكل حكومة بودية تالا سدايت كمسل طورت ازيه مكتبة ديجيتال قل اتيوت للشك كمسل هلا تحبران دير مديرة دبارة سيد فرانجل تقلع مانوت ابترتو عدد قراءات اقر ربيوت اساسنا علم اقل تركب لقب جهد كمسل تديب شرح دارة مديرة دبارة دي بعبوتنا الى مكتبات لقل تتقدر اقل تيدي كمسل تقدم حسام وحسام مطابلتنا لقل تابل عليكم اخبار عدتو حق والله حجار متعدي اخبار خارج الدقمان مرحبا بكم جابان قد يتقبلت طيب بحر تشاينا لكيلم وراتا سرق الكمسل هليت حكومة تشاينا شكيت تشاينا اللي أتمرار اللي لقدمت جابان دي بدوارات لا اقل دول بزوح لا تكحد ما يكفال ساب مارينات لا شاركو دي مطلامات حق ولا انبتتون وزارة كارجية تشاينا لمطلامات دي بمسكوبتنا الى دوار تأسير كمسل سبب دي فنغنا الى قبلت طيب بحر تشاينا لكارما دول كل وقل هلا فنجير هي اللي كيلم كمسل قدر دي بيوم 4 سبتمبر دي بافكر الشرح برد من هذا دي بدوارات تاينوت اقل تيدا حق كمسل بلا تحبر جابان لما تلامات دي مسكوبت نايلا ما يكفل تأسير كمسل يود شارحة تلد تشاينا و جابان اب قديد مفقار صحاي بحر تشاينا فنجير كل وقت تن كمسل هلا ما نتذكر تشاينا اتلي مثل ماليزيا فليبينز فيتنام جزيرة تايوان و بروناي لا تحاد دا كفال ماي لعبا غرزا كمسل باتو تتكارم
بريطانيا قدم من اتحاد اوروبا تفجر اتفاقية تجارة من ايد فرم دي مشاكل اقتصاد اللي تتكرر الدنيا مؤسسات مال فرحة انشرح لها اتفاق اتفاق من يتفرم لي وراتا تجارة مدرت اقل تجري اتاكم سالقدر لحبرت الدنيا مؤسسات مال ليست وزارة تريزا ماي اللي تعرف لها الله اول حدي باتفاق اقل تبصاح لمؤسسات فانيا بريطانيا واتحاد اوروبا اتفاق التجارة اقل فرما لوضعيه تلولو يهديق اسك الله فرقم سالي تركب منه تقاري لكدوم بل بريطانيا من اتحاد قدم فقر عويد اقل تدفعكم سال تجبر مالت امر تواريخ مارس سنة كلا ألف وعشر سعي من اتحاد أوروبا إقل تفقر ستة تلاليات بريطانيا علاقة دبلوماسية من اتحاد إن فقرت إقل تطور و تا أربح تشك أكم سهليت ما إما تشرحون أسر رابع الدنيا وعلى تجارة يوم أسر 4 سبتمبر دي بقبلة كوريا تكستان تلي دي مدينة بيونغ يانغ قبل هلا وقل حسام من الأتلال عفية من الأتفناتي دي ولا مسعي مؤسسات فرياتا لا تعمرات جلان العفه اللي اقتصاد قبلت كوريا لرشيد كم سلتو كم سليمة صورة سياسة ناي لعدي بأقرموت ترت كم سل أقدم حلينين لا قدوم للدنيا عفه سك عسرة وحتى سبتمبر كسوت إقل أسمنتون حسام وحسام طبرتنا اليوم سيدو للعلاق بردي لتاما سلام نتريه